تقع محافظة دومة الجندل في الجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية، وهي إحدى محافظات منطقة الجوف، وتبعد عن محافظة سكاكا حوالي 50 كيلومتراً في الجزء الجنوبي الغربي منها. وتشير كتب التاريخ والروايات أن محافظة دومة الجندل قد ظهرت ونشأت في العهد الأشوري، ولقد عاصرت محافظة دومة الجندل التاريخ منذ أقدم أزمانه، وورد ذكرها في كثير من الكتب التاريخية وفي أشعار بعض كبار الشعراء، مما يدل على المكانة التي كانت تحتلها كإحدى بوابات شبه الجزيرة العربية. دومة الجندل من أهم المدن الأثرية بمنطقة الجوف، أيضا تعد من المدن الأثرية المهمة في المملكة العربية السعودية. المدينة تحتوي على مواقع الحقيقة قديمة ترجع إلى ما قبل التاريخ، مواقع إسلامية ومواقع الحقيقة مميزة جدا. يرجع أقدم ذكر لدومة الجندل إلى ما بين القرنين 8 و 7 قبل الميلاد. ذكرت في النصوص الأشورية الفترة هذه كانت فيها دومة الجندل مسيطرة على الطريق التجاري القادم من جنوب الجزيرة باتجاه بلاد الرافدين وبلاد الشام، فكانت دومة الجندل حقيقة مطمعا للأمبراطورية الأشورية اللي غزتها في القرن 7 قبل الميلاد، وخلدت لنا أقدم ذكر لدومة الجندل. سميت دومة الجندل نسبة إلى دوم أو دومان ابن النبي إسماعيل عليه السلام، اللي يقال أنه سكن فيها. أكثر مباني دومة الجندل القديمة مبنية من حجر الجندل، لذا أضيفت إلى التسمية فأصبحت دومة الجندل. وتحتضن دومة الجندل العديد من الآثار التي لها مع التاريخ ارتباط وثيق، ومن ذلك قلعة مارد التي تعتبر من أهم القلاع الأثرية في شمال المملكة العربية السعودية، وتسمى أيضا حصن مارد، وهو اسم مشتق من القدرة والامتناع، وتعني كل شيء تمرد واستعصى. وقد بنيت القلعة من الحجارة على مرتفع يطل على دومة الجندل القديمة من الجهة الجنوبية بارتفاع 2000 قدم تقريبا. ومن المرجح أن القلعة قد بنيت في 1000 أو 1003 قبل الميلاد، وقد أعيد بناء بعض أجزائها، وذلك لطول فترة استخدامها. أما الجزء الأكبر منها فقد ظل على حالته القديمة. وتتكون القلعة من الداخل من مجموعة من الغرف، بالإضافة إلى 4 أبراج في جهات القلعة الأربعة، وكانت تستخدم للمراقبة في ذلك الزمان. كما يوجد في داخل القلعة بئر عميق لا يزال في حالة جيدة، وكان البئر يشكل أهمية كبيرة للموجودين داخل القلعة، خاصة في وقت الحصار. أما من الخارج فيحيط بها سور فيه فتحات للمراقبة، ولها برجان بارتفاع 12 مترا. وبشكل عام فإن القلعة تتألف من طبقات، إحداها للحرس، والثانية للرماية، والثالثة للمراقبة. ومن الآثار الإسلامية في محافظة دومة الجندل مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقع المسجد في وسط المدينة القديمة، وهو ملاصق لحي الدرع من الجهة الجنوبية، ويعتبر من أهم المساجد الأثرية في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل استمرارية لنمط تخطيط المساجد الأولى في الإسلام. وينسب المسجد للخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث تشير بعض الروايات أنه بناه سنة 17 للهجرة أثناء توجهه إلى البيت المقدس. وقد بني المسجد من الحجر ورمم أكثر من مرة،
كما تتبع للمسجد مئذنة بنيت من الحجر بارتفاع حوالي 7 أمتار. أهم المعالم الإسلامية في منطقة الجوف في محافظة دومة الجندل هو مسجد الخليفة عمر بن الخطاب. أمر ببناء الخليفة أثناء مروره لاستلام مفاتيح بيت المقدس، مر في دومة الجندل وأمر ببناء مسجد فيها. المسجد يتميز الحقيقة بمحافظته على تخطيط الإسلام القديم زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداياته. أيضا يتميز ببناء بحجر الجندل بالكامل، يتميز بمأذنته اللي تعد من أقدم المآذن في الإسلام، يتسع إلى أكثر من 500 مصلي يوجد في المسجد الخلوة، وهذه توجد في الخلف. بنيت الحقيقة في فترات تاريخية متأخرة عن بناء المسجد، بنيت لصلاة الشتاء في الأمطار في البرد، كان يلجأ إليها المصلين في دومة الجندل. وتشتهر محافظة دومة الجندل ببحيراتها الطبيعية التي تقع في الجهة الشرقية من المحافظة، وهي بحيرة تكونت نتيجة تصريف مياه الأمطار والمزارع الموجودة داخل المحافظة، وتشهد ازدياد نسبة المياه فيها نتيجة المياه التي يضخها مشروع الري والصرف، وتعتبر أكبر بحيرة في الجزيرة العربية، إذ تقدر مساحتها بحوالي 1,100,000 متر مربع بمحيط حوالي 8 كيلومترات متفاوتة العمق، ويصل ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 1,928 قدما، في حين يبلغ متوسط درجة حرارة الماء فيها بنحو 18 درجة مئوية، ومتوسط درجة حموضة الماء حوالي 7.4 كرقم هيدروجيني، وتعتبر مكانا مثاليا للدراسات الأحيائية والبيئية لما لها من تنوع أحيائي جميل. لذا فقد باشر فريق علمي وبحثي من جامعة الجوف بدراسة هذه البحيرة بهدف التعرف على خصائصها البيئية والأحيائية، والتعرف على أنواع الطيور المستوطنة ونسبة التلوث ونسبة الأملاح وغير ذلك من الدراسات الميدانية. بالإضافة إلى المواقع الأثرية، توجد في دومة الجندل بحيرة يتم تقضيتها عن طريق الري من البساتين المجاورة، وهي مياه صالحة، مياه زراعية يستفاد منها لتقضية البحيرة بشكل دوري. بالإضافة إلى البحيرة يوجد العديد من البساتين المجاورة للمحافظة، فهي تعتبر متنزه وجاذبة لجميع المحافظات والمراكز التابعة للمحافظة. وحظي الجانب الصحي في محافظة دومة الجندل باهتمام كبير، حيث تم إنشاء مستشفى دومة الجندل العام الذي يقدم خدماته الطبية لأهالي المحافظة والمراكز القريبة منه، ويضم المستشفى العديد من الكوادر الطبية المؤهلة في مختلف التخصصات، إضافة إلى الأقسام الطبية المتقدمة، ومن ذلك افتتاح وحدة المناظير الهضمية كوحدة مستقلة بإجراءاتها وتنظيمها. وحدة المناظير للأجهزة الهضمية ووحدة جراحات اليوم الواحد هي من الأقسام الحديثة التي تم افتتاحها بمستشفى دومة الجندل العام. تعمل هذه الوحدات على تشخيص الأمراض بأسلوب علمي دقيق حسب أعلى مستويات التقنية الطبية. يخدم المستشفى ما يقارب 40,000 نسمة لجميع محافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها، وتمثل 10 مراكز إدارية. يحتوي المستشفى على 4 أقسام تنويمية تضم أقسام النساء والولادة والأطفال والرجال والنساء. يخدم المستشفى شريحة كبيرة من برنامج الرعاية المنزلية، والتي تعتني بالمرضى خارج أسوار المستشفى حسب ما تقرره التقارير الطبية. كما يضم المستشفى أقساما أخرى كالإسعاف والطوارئ
والمختبر والتحاليل الطبية، إضافة إلى أقسام تخصصية مختلفة.